مفتوح ومن القلب. واحنا هنا بنحتفل وكل حاجه طبعا، وده حقنا وحق جماهير النادي الاهلي طبعا الكبيره، بس عايز اسالك بصراحه بامانه، هل في لحظه من اللحظات او توقيت في المباراه خلال الماتش حسيت ان البطوله ممكن، يعني الحمد لله طبعا، ممكن ما تبقاش اهلاويه؟ اكيد يعني. انا بصي انا امتى؟ انت تقول امتى وانا اقول لك امتى. قول لي حسين الشحات وانا هقول لك ايه. فرصه حسين الشحات اللي جت في العرض، فرصه حسين الشحات اللي ضيعها. بص انا انا عن نفسي انا ما كنتش عارف افكر خالص، وحاسس ان قلبي هيقف، ما مش عارف اعمل ايه بقى والله بجد. فانا قلت بقى ربنا يستر، فاحنا نقف كويس. ان احنا انا برضو يعني بعدها كنا احنا ماسكين الماتش في الاخر، شويه في الاخر، فحسيت يعني في الاخر يعني. انا بقول لك وانا بتكلم معاك، انا كنت لعيب في الملعب، ولما في فرصه كبيره قوي كده بتضيع، انا متاكد ان احساس اللعيبه بيجي لها يعني. دي كمان من لعيب للعيب، في لعيب وتفتكري معانا مثلا لحظه محمد صلاح وجون الكونغو لما اتعدت في الدقيقه 90، رد فعل صلاح كان محبط جدا لمده نزل وقام وفي ثانيه الاول كمان. عارفه ليه بقى؟ لان بيوصل احساس اللعيب ان كل حاجه ضاعت، او احنا خلاص المباراه مش بتاعتنا. لكن اللي بيفرق اللعيب عن اللعيب، ويمكن ده كمان في النادي الاهلي حصل بشكل جيد، ان التوقيت هياخد منك قد ايه، ان الصدمه دي هتاخد منك قد ايه بالظبط. فده الجزء يعني كلنا كجماهير طبعا بعد طبعا. وحسين الشحات بتحصل يعني، خلينا نتكلم بكل امانه بتحصل، لكن في توقيت صعب قوي. احنا بالظبط يعني، احنا ما كانش موافق بصراحه حسين في الكره دي عموما. فالحمد لله في الاخر يعني، في جون قفشه طبعا في الاخر، وجي في وقت صعب وقت صعب جدا، وجي برده بعد تعب. لا يعني البطوله، لا يعني لها طعم تاني يعني. الحمد لله يعني في الاول وفي الاخر. قبل المباراه بقى، وانت يعني يمكن انتوا قعدتوا في معسكر مغلق تقريبا 5 ايام بعد ماتش ابو قير، ماتش الكاس، كلمني عن استعداداتك. انت كنت بتعمل ايه في الاوضه يعني، لما كانت مثلا خلاص محاضره كوتش موسيماني تخلص، المحاضره تخلص، انت بقى بتعمل ايه مع نفسك؟ بتقعد مع مين قريب منك في الغرفه تتكلم معاه، تتخيل المباراه شكلها داير ازاي؟ كنت بتعمل ايه؟ احنا عموما كنا احنا يعني في المعسكر مثلا، لو في وقت ما بين الغداء او الفطار او غداء ومع التمرين، كلنا بنقعد مع بعض بصراحه يعني، كلنا بنقعد مع بعض كده في الاوتيل، بنقعد نتكلم مع بعض. حتى احنا يعني ساعات ما بنتكلمش عن ماتش، ان احنا بنطلع نفسنا بقى من جوه الماتش شويه. فبنفضل بقى نهزر وبنضحك بس خلي بالك بيبقى كمان انك تطلع نفسك من الشحن ومن الضغوط. حتى بعض المدربين يقول لك ما حتى ما تتكلموش يعني، احنا بنتكلم في الكوره كتير، اتكلموا في اي حاجه، اتكلموا في حياتك، اتكلموا هزروا. واحنا في المعسكر يا كابتن ما بنقعدش لوحدنا كتير يعني، احنا كلنا بنقعد مع بعض يعني. احنا الحمد لله الجيل ده كله بصراحه كلنا قريبين من بعض. قلت برده في المقدمه 11 لعيب، لا الفرقه كلها بصراحه طبعا، الفرقه كلها باللعيبه المصابه، لا يعني احنا كلنا يعني الجيل ده بصراحه ما شاء الله. احلى حاجه ان احنا كلنا قريبين من بعض يعني. بس هو ده اللي وصلنا ان احنا خدنا البطوله يعني. انت كحمدي فتحي ما بتقعدش قبل المباراه بكذا يوم او يوم المباراه تتكلم عن الماتش، ولا يعني ما تخشش في تفاصيل؟ لا بنتكلم بس مش طول الوقت بنتكلم عن الماتش اكيد. بنتكلم وبنبقى مركزين. حتى احنا لو قاعدين مثلا مع بعض في وقت مثلا بنتكلم عن ماتش، لا بنركز مثلا في وقت محاضره، لا بنركز الكوتش عايز مننا كذا. تفصل بالظبط. لازم يعني، لازم عموما كابتن هاني عارف يعني، لازم يعني.